السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم درسا جديدا في مادة الصرف والتحويل، عنوانه هو أنواع الفعل الصحيح. هدفنا من هذا الدرس هو تعرف وتمييز واستعمال أنواع الفعل الصحيح استعمالا سليما. إذن الجمل هي: يفحص الطبيب المريض، زأر الأسد زئيرا، زلزلت الأرض، مد يد العون للفقراء. تعرفنا على الأسناد، ننتقل الآن إلى التعليمة. إذن وضح لأختك على ما تدل كل كلمة ابتدأت بها إذن انتبهي معي يا أختي، سأقوم بتأطير الكلمات. نعم سوف أتابعك يا أخي. إذن هيا بنا لتأطير الكلمات. الآن إلى تحليل الأفعال. إذن الكلمة الأولى هي كلمة مد. تأملوا جيدا هذه الكلمة، هي عبارة عن ماذا؟ عن فعل، وهذا الفعل حروفه الأصلية هي الميم الدال والدال. إذن كل الحروف هي صحيحة وليس فيها حرف علة كالواو أو الياء أو الألف. وبما أن هذه الحروف هي حروف صحيحة أصلية لا يوجد ضمنها حرف زائد، إذن فنسمي هذا الفعل بماذا؟ هذا الفعل حرفه الثاني وحرفه الثالث من جنس واحد، إذن كيف يسمى؟ إنه المضاعف الثلاثي لأن عدد حروفه ثلاثة. وإلى الفعل الآخر هز. ما نوع الكلمة فعل؟ ما هي حروفها الأصلية؟ الهاء والظاي والظي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أيضا أن الحرف الثاني والحرف الثالث من جنس واحد أيضا، إذا فكيف نسمي هذا النوع؟ نسميه أيضا المضاعف الثلاثي. أما بالنسبة لفعل زلزال فجميع حروفه صحيحة أيضا، وهي تتكون من الظاي واللام والظاي واللام أيضا. وبالتالي نلاحظ أن الحرف الأول والحرف الثالث من جنس واحد، إذن الظاي والظاي أيضا، والحرف الثاني والحرف الرابع أيضا من جنس واحد، اللام واللام. إذن كيف نسمي هذا النوع من الأفعال؟ نسميه مضاعف رباعي. لأن ماذا؟ لأن عدد حروفه أربعة. إذن ما هو الفعل المضاعف؟ المضاعف هو ما كان حرفان من حروفه الأصلية من جنس واحد، مثل مد زلزال. على الفعل المضاعف ننتقل الآن إلى النوع الثاني من الفعل الصحيح. إذن تأملوا معي الكلمات. إذن أمر، زأر، قرأ. ما نوع الكلمات؟ هي عبارة عن أفعال لأنها تدل على زمن معين، حروفها صحيحة أيضا وليس فيها حرف علة كالواو أو الياء أو الألف. إذن حروفها الأصلية وهي أ مار، الهمزة، الميم، الراء، زأر، الظاي،
الهمزة الراء، أما قرأ فالقاف والراء والهمزة. إذن ما خصائص الحروف؟ أمر أوله همزة، زأر وسطه أيضا همزة، وقرأ آخره همزة. إذن نلاحظ أن كل فعل إما أنه يبتدئ بهمزة أو تتوسطه همزة أو آخره همزة. إذن كيف نسمي هذا النوع من الأفعال؟ إنها الأفعال المهموزة. إذن ما هو الفعل المهموز؟ الفعل المهموز هو ما كان أحد حروفه همزة. وإلى النوع الآخر من الأفعال الصحيحة، نرى أن الفعل الصحيح هو ما خلت أحرفه الأصلية من حروف العلة، وتعرفنا على المضاعف والمهموز، وننتقل الآن إلى النوع الثالث. إذن الكلمات هي يفحص ونزل. ما نوع الكلمات؟ عبارة عن فعل أيضا. ما هي الحروف الأصلية لكل فعل؟ إذن يفحص هذا الفعل ورد في زمن المضارع. إذا أسندناه إلى الضمير الغائب في زمن الماضي نقول فحص. إذن هذا الفعل حروفه الأصلية هي الفاء والحاء والصاد، أما نزل فالنون والصاي واللام. ما خصائص الحروف؟ إن الحروف خالية من الهمزة والتضعيف. إذن ما نوع هذا الفعل؟ إنه فعل سالم. إذن ما هو السالم؟ السالم هو ما خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف. إذن بعد أن تعرفنا على أنواع الصحيح ننتقل الآن إلى الاستنتاج. تعرفنا على معنى الفعل الصحيح وتعرفنا أيضا على أنواعه، ننتقل الآن إلى الاستنتاج. ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح هو ما كانت جميع حروفه الأصلية صحيحة، وهو ثلاثة أنواع، هي النوع الأول السالم، والفعل السالم هو ما خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف مثل فحص نزل. أما النوع الثاني فهو المهموز، والمهموز هو ما كان أحد حروفه الأصلية همزة، وقد تكون هذه الهمزة هي الحرف الأول أكل، أو الحرف الثاني سأل، أو تكون الهمزة الحرف الثالث مثل ملأ. النوع الثالث المضاعف، والمضاعف هو ما كان حرفان من حروفه الأصلية من جنس واحد، وهو نوعان، مضاعف الثلاثي ما كان عدد حروفه ثلاثة، ومضاعف الرباعي ما كان عدد حروفه أربعة. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا الدرس إن شاء الله، وسننتقل الآن إلى التطبيقات. إذن سيحاول التلميذ أن يمد أخته بمجموعة من الأنشطة من أجل إنجازها. إذن أفهمت نوع الكلمات؟ نعم شكرا. الآن سأختبرك إن كنت قد ميزت أنواع الفعل الصحيح. إذن لننتقل إلى التدريبات. إذن لوني الأفعال الصحيحة ثم صليها بنوعها. الأفعال هي وقف، دأب، دخلت، مددت. إذن كتذكير يفك إضغام الفعل المضاعف
إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك مثلا التاء المتحركة أو واو جماعة أو الدالة على الفاعل. ثم هلك، إذن أنواعه سالم، مهموس، مضعف. إذن ستحاول الأخت أن تفكر جيدا قبل الإجابة، إذن حاولوا أن تساعدوها على ذلك. وننتقل بعد قليل على تصحيح التمارين. إذن قامت بتلوين فعل ذأب، إذن ذأب عبارة عن فعل مهموس. لونت أيضا دخلت، إذن دخل عبارة عن فعل سالم صحيح. مددت أيضا عبارة عن فعل مضاعف. وهلك عبارة عن فعل سالم. إذن الأجوبة الأولى صحيحة، دأب إذن فعل مهموز، دخلت سالم، مددت مضاعف، هلك سالم. إذن قد أحسنت التلميذة، جيد، إذن مهموز ومضاعف. لقد تفوقت في التمارين التطبيقية، الفضل يرجع لك يا أخي. إذن أحسنتما أن يا أطفالي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.